اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم كما تلاحظوا ان نهار ممطر كتبت الشتاء، وطبعا ففي عوض ما اننا نتكمشوا في بيوتنا وهذه، يعني فضلت انا يعني نخرج باش نشوف الجو ديال الطبيعه في وقت الامطار، انا شكل اخر يعني، وما ما ما مظهر اخر. طبعا الطبيعه باش تعرفها مزيان خصك تعيشها في كل الفصول، الشتاء في البرد، في يعني في الصهد، في اي كيف ما كان الجو، باش تقدر تفهم المعنى ديال الطبيعه. فكما كتلاحظوا بان سبحان الله انا طبيعه واخده واحد النظام متوازن، يعني نظام لائق، نظام يسير بطريقه ترتيبيه، يعني مرتب منظم. طبيعه الى يعني الى تمعنتي فيها تاخذ واحد الدروس. الدرس الاول هو انها فيها النظام، كل حاجه كتجي في وقتها، انها هي انها كتحافظ على المواعيد، ما كتخالفش المواعيد، انها كتجي في الوقت اللي يعني كما يعني هو مرسوم لها من طرف الخالق، اللي هو كون هذا العالم، وهو اللي يرتب كل الأمور المتعلقة بالمخلوقات. فالله سبحانه وتعالى الشيء كله عمله من أجل الإنسان، يعني سخر له جميع الأشياء، وماشي غير سخرها له هكاك وخلى له يعني الخدمة الثقيلة للإنسان، بل الإنسان توفرت له كل الأشياء بطريقة سهلة، ما عليه إلا يكمل، ما عليه إلا يستمر باش يعيش الحياة ديالو كاملة. الطبيعة سخرها الله سبحانه وتعالى كما قلت للإنسان باش تخدموه، وباش تخدموه كتحترم المواعيد. الإنسان دائما كيكون منتظر وقت الامطار، لانه ملي كيجي الجفاف فهو تيكون محتاج للمياه باش يسقي الاراضي ديالو، باش يروي العطش ديالو. وطبعا انا الله سبحانه وتعالى عنده هاد الفكره قبل ما يخلق البشر على وجه الارض، فهو داير هادشي داير بحسابه، عارف بانه غادي يكون محتاج للامطار، وعارف بانه غادي يكون محتاج للهواء للاستنشاق، عارف بانه غادي يكون محتاج للنور، لذلك خلق الشمس، عارف بزاف الاشياء. يعني ما جاش وحط الانسان فوق الارض، بل قبل ما يحطه على هذا الكوكب، على هذه الارض، هذه هي له جميع الاحتياجات ديالو، كل ما غادي يحتاجه تلقاه الانسان. والانسان دوره شنو غادي يعمل؟ فقط يستمر، وانه يحافظ على داك الشيء اللي اعطاه الله، داك الشيء اللي قدم له الله سبحانه وتعالى، ان يكون هو وصيه على كل الاشياء اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. لان هذا الشيء كله اللي كنشاهدوه من خلال الطبيعه انه هو من ممتلكات ديال الله سبحانه وتعالى، فهو سمح لنا اننا نشاركوا الممتلكات ديالو، اننا نتقاسموا مع جميع الامور اللي هي فقط تملكها الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انه سمح لنا ان نشاركه في اشياء كثيره في هذه الحياه. فالله سبحانه وتعالى اعطانا كل الخيرات ديالو وكل الامور اللي متعلقه بالممتلكات ديالو، باش نحن نتصرفوا بها تصرف يعني بكل حريه وبكل عقليه طبعا. يعني الله سبحانه وتعالى اللي كيبغيه هو اننا نحافظوا على جميع الخيرات ديالو، على جميع المخلوقات ديالو، سواء كانت بشريه او كانت حيوانيه او نباتيه او اي شيء مخلوق في هذه الارض هذا، الا وجب علينا اننا نهتموا به.
نحافظوا عليه ونحرصوا عليه يعني باش ما يقردش يعني باش ما يتفقدش نهائيا باش يبقى مستمر دائما لان هناك اشياء كثيره غادي تجي قدام منذ الله كون هذا العالم والبشر دائما من البشر يعني من جيل لجيل وهو تيعيش بنفس الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى لكن مع الاسف الشديد هناك ناس اللي هما يعني ما تفهموش ما تقدروش هاد الموقف ديال انهم يحافظوا على مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعلى كل مكتسبات ديال الله سبحانه وتعالى علاش يعني ما فاهمينش اراده الله ما فاهمينش اراده الله شنو هي شنو بغى الله سبحانه وتعالى من هذا انه يعيش في سلام في اطمئنان انه يتمتع بالخيرات ديالو انه يستمر في الحياه في السعاده في اطمئنان يعني تكون اتحاد ووئام وانسجام وتلاحم بين الشعوب ماشي غير بين الخوت ولا بين الازواج ولا شي حاجه بل بين الشعوب بين الامم بين الدول كل دوله موجوده في هذه الارض هذه الا والله تيبغيها تكون ساجمه ويعني مجامعه مع بعضياتها وانا ما يكونش ذاك البغض والكراهيه والحقد اللي غالبا تيسيطر على بعض الناس بعض الافراد اللي غرضهم الوحيد هو انهم يكسبوا كل شيء داكشي اللي عطاه الله للعالم يستولوا عليه ليهم هما فقط وهذا هو اللي يعني كيغضب عليه الله ان الله ما كيبغيش بحال هاد الامور يعني تجسس في البشر الله سبحانه وتعالى خلق الانسان كريم طيب متكامل تقريبا الا ان الانسان من بعد حل عينيه في شيء اشياء في الشر ولذلك ان الله نهاه ونصحوه وعلموه وفكروه وحاول انه ينقذه بالارسال الرسل والانبياء والكتب السماويه ومع ذلك الانسان كاين اغلبيه منهم متعمدين انهم تيحبوا رؤوسهم بزاف معناه انهم انانيين كيشوفوا غير المصالح ديالهم الخاصه وهذا ما كيرضاش عليه الله سبحانه وتعالى لذلك وجب علينا دائما اننا فيما نحلوا عينينا نشكر الله سبحانه وتعالى على انه زادنا نهار في الحياه ديالنا اسمح لنا اننا نزيد نعيشه لعل وعسى اننا نفكروه واننا نسبحوه كما يستحق الله سبحانه وتعالى.